يستمر ملف الهجرة في إرهاق الدول الأوروبية وسط غياب الحلول العملية لموجات المهاجرين وتأجج الوضع بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى موجات هجرة كبيرة للدول الأوروبية. تشعر السلطات بقلق متزايد من أنه أزمة حتى الغذاء المتزايدة والتي تفاقمت بسبب الحصار المفروض على مخازن الحبوب في أوكرانيا قد تؤدي إلى أزمة هجرة جديدة من شمال إفريقيا. نسلط الضوء على هذا الملف مع ضيفتي دكتور إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور إيمان، مرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك. معنا عبر سكايب دكتور أشرف سينجر، خبير السياسات الدولية لدى قناة إكسترا نيوز. دكتور أشرف، مرحب بك يا فندم. هنعود له مرة أخرى بعد ما يعني نظبط العطل التقني. طيب أبدأ مع حضرتك دكتور إيمان، لأي مدى يمكن القول بأنه اللاجئين هم دائما الحلقة الأضعف في كل الحروب، في كل العمليات العسكرية، في كل النزاعات التي تحدث في العالم؟ يعني دائما في وقت الصراعات او حينما يتم نشوب الصراعات دايما بيتم التعويل على ورقه اللاجئين كورقه لتقويض واضعاف الخصوم بشكل رئيسي. يمكن تلك الاشكاليه او بشكل رئيسي المشكله الرئيسيه دي بدات تظهر بالنظر طبعا لتطبيقات الصراعات في الشرق الاوسط، وبدات تظهر مداها والتحليلات بالنظر للحرب القائمه بالاراضي الاوكرانيه، حينما تم الحديث عن ورقه اللاجئين بالنسبه للدول الاوروبيه، حديث المفوضيه الاوروبيه للاتحاد الاوروبي كيفيه التعامل مع ملف اللاجئين، هل هيتم ادماجهم في المجتمعات الاوروبيه، كذلك الورقه الاقتصاديه نتحدث عن تداعيات سلبيه للازمه الاوكرانيه وما لحق بها وما سبقها كمان من ازمه كورونا، حاله من التضخم الملحوظ في الاقتصاد، تراجع وانحسار في المعدلات، كل تلك الامور بتاثر بفاعليه على ورقه اللاجئين. يمكن ورقه اللاجئين بشكل اساسي نتحدث ليس فقط على موجات الهجرات تباعا، لو هنتحدث عن الاوكرانيين تباعا للاراضي سواء للدول المتاخمه لاوكرانيا، لكن بالنسبه كذلك للدول الاوروبيه اعمالا بمبدا الحصص اللي تم اعتماده بالنسبه للاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بملف اللاجئين، لكن كذلك تداعيات والآثار والانعكاسات للاجئين الأوكرانيين داخل المجتمعات الأوروبية، خاصة المجتمعات أو الدول اللي بتعاني من أزمات اقتصادية لم تتعافى بشكل كامل من جائحة كورونا، لم تتعافى كذلك من تداعيات الكساد الاقتصادي وما لاحق بها. طيب هناك تخوف من أنه من ظهور أزمة لجوء غير مسبوقة، تداعيات هذه الأزمة الإنسانية على أوكرانيا وعلى أوروبا حاضرا ومستقبلا. يعني أزمة اللجوء الغير مسبوق هي أزمة يمكن المفوضية الأوروبية طرحتها بشكل رئيسي في مايو ويوليو، إنه الأعداد في تزايد ومن الصعب التنبؤ بعدد أو حصر عدد فعلي لحالة اللجوء بالنسبة للأوكرانيين. لكن في تقديرنا هي ليست فقط حالة الأعداد، خاصة أن هناك العديد من اللاجئين أصبح لديهم ورقة العودة مرة أخرى، سواء فكرة لم الشمل بالنسبة للعودة مرة أخرى للأراضي الأوكرانية أو نتيجة لضيق الحال بالنسبة للدول المضيفة في بالنسبة للدول الأوروبية، أو حينما نتحدث كذلك عن الأطروحات الخاصة بالرئيس زلنسكي وتكوينه للفيلق الدولي. لكن المشكلة في تقديرنا هي ليست فقط ورقة اللاجئين، لكن ما الآثار أو التبعات الخاصة باللاجئين في الدول الأوروبية، ويمكن دي الأزمة الرئيسية اللي أصبحت محل الاهتمام بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإنعكاسهم على الورقة الاقتصادية بشكل رئيسي، على الاضطرابات السياسية والسياسات الوطنية كذلك داخل الدول الأوروبية، دي نقطة تانية. النقطة الثالثة ما يتعلق بالتكوينات الخاصة باللاجئين، هل سيتم إدماجهم في المجتمعات الأوروبية، كيف سيتم التعامل معهم في ظل وجود أزمة رئيسية وحالة انقسام أممي؟ نعم. طيب احنا بينضم إلينا دكتور أشرف. دكتور أشرف، يمكن الاتحاد الأوروبي كان يعاني من مشكلات وخلافات وانقسامات فيما يتعلق طبعا بملف اللجوء والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لم يكن هناك استراتيجية موحدة حول هذه القضية والتعامل معها، ويمكن ده ظهر جليا أيضا في عام 2014 في عام 2015 أثناء موجة النزوح الكبيرة بعد هذه الأزمة، أزمة أوكرانيا.
هل الاستراتيجية اختلفت؟ طبعا الاتحاد الاوروبي بيواجه زي ما حضرتك اشرتي بين 2014 بل من قبل 2014، وفي تدفق غير مسبوق من الشرق الاوسط وبعدين من افريقيا وبعدين طبعا الازمه الاوكرانيه الان. يعني اللجوء الاوكراني يمكن مش بصعوبه اللجوء من دول تانية زي افريقيا او الشرق الاوسط. ليه؟ لان هو اوريدي في ربط الدين بيحقق التكامل نسبيا في المجتمع الاوروبي، ولكن ما زالت في دول متشدده في الاتحاد الاوروبي زي المجر مثلا او الدول الصغيره اللي هي دول البلطيق ما تقدرش تاخد طبعا ارقام كبيره وبترفض طبعا وجود الهجرات دي. ده تحدي كبير باعتبار ان الول ستريت جورنال كان في مارس الماضي اتكلمت على ان موضوع الهجره التي وصلت الان الى 6 مليون لاجئ اوكراني الى اوروبا ده نوع من السلاح الذي تستخدمه روسيا لتفكيك او لمقاومه العمل الجماعي ضد روسيا من زي الولايات المتحده مع الاتحاد الاوروبي في فرض العقوبات. وبالتالي هذه نقطة مهمة بدأت أوروبا تأخذها في الاعتبار كنوع من التحدي في حلبة الملاكمة، من سيسقط أولا أو من سيخضع أولا. يبدو أن الاتحاد الأوروبي يضع تمويلا ضخما لهذه الأزمة. يعني في بعض التقديرات الإحصائية المهمة لما نرى أن 6 مليون لاجئ أوكرانيا الآن موجودين في أوروبا والمواطن المهاجر أو اللاجئ يحتاج إلى حوالي 140 يورو شهريا، فده معناه أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوفر من 8 إلى 8.5 مليار يورو شهريا لاستيعاب إقامة هؤلاء اللاجئين. طبعا بولندا عليها حمل كبير جدا، مولدوفيا دولة صغيرة خدت حوالي 500,000 أوكراني، الولايات المتحدة الأمريكية حتى هنا استقبلت رقم بسيط للغاية حوالي 100,000 أوكراني. ولكن في بعد مهم جدا، يعني دي نقطة مهمة، هو أن المهاجرين بالنسبة للأوكرانيين لأوروبا يعتبروا وقود للقارة العجوز، ودي بعض يعني المميزات اللي بتتحول فيها الأزمات إلى يعني حلول للمجتمع الأوروبي. يعني نقدر نقول إن المهاجرين دول بيبقوا لهم زي ما قولوا كده إفادة تحدث إذا ما انضموا وتكاملوا في تلك المجتمعات، دون ذلك لأنه يمكن ربما بعض دول الجوار تعاني من عجز ديموغرافي، فالبعض بيقول إن هم ممكن يكونوا ضخ دماء جديدة، لأن احنا بنتكلم على أن أوكرانيا بيها هي كبيرة من حيث عدد السكان والمساحة، تقريبا أكتر من 43 مليون نسمة، فالبعض بيقول أنه ممكن يتم الاستفادة منهم، خصوصا أنه زي ما حضرتك ذكرت هي ثقافة تقريبا واحدة، يعني مش هيبقى فيه غزو ثقافي يعني. لا مش هيبقى في غزو ثقافي، النقطة دي فعلا دقيقة للغاية. وبعدين على فكرة يمكن حتى انجيلا ميركل كان يحسب إليها أنها استقبلت المهاجرين السوريين بعد طبعا إعدامات الكئيب العربي ده، فهم الألمان بدأوا يوظفوا فكرة السوريين يكونوا إزاي يندمجوا في المجتمع الألماني. دي طبعا عملية قد تكون محفوفة بالمخاطر باعتبار الاختلافات الدينية واللغة والثقافة، فزي ما حضرتك أشرت فعلا الأوكرانيين ما عندهمش المشكلة دي، ويبدو أن الأوروبيين وخصوصا في البلاد التي تعاني من يعني مشكلة في السن يبدو أن الأوكرانيين ممكن أن يكونوا ضخ جديد. ولكن هو النقطة المهمة هنا طبعا ما فيش دولة في العالم هتستطيع أنها تقعد تستقبل مهاجرين بالظبط ويعمل ضغط على ميزانيات الدولة بشكل كبير. يعني احنا تحدثنا عن من 8 ل 8.5 مليار يورو شهريا، طبعا الاتحاد الاوروبي بيخصص دلوقتي اكتر من 170 مليار يورو، ولكن ده ال 170 مليار ده هيقدر يغطي كام شهر. خليني اطرح هذه النقطه على دكتور ايمان، هي معانا في الاستوديو، دي نقطه مهمه جدا لانه فعلا دكتور ايمان اللاجئون شهدوا منذ بدايه هذه الازمه دعم قوي من اوروبا، كانوا بيفتحوا منازلهم لاستضافة الأوكرانيين، ولكن الآن وفقا للمنظمات الإنسانية هذا السخاء وهذه الاستجابة ضعفت. لماذا؟ ده صحيح، يمكن بالنظر لكافة التقارير الإعلامية في الفترة الأخيرة خلال الشهرين الماضيين
هناك انحصار بالنسبة لطلبات الاستضافة في كافة الدول الأوروبية للاجئين الأوكرانيين على وجه الخصوص، وكذلك ده بيتوازن مع تصاعد التيار اليميني في كافة الدول الأوروبية. ويمكن مش بس كده، يمكن لو هناخد على سبيل المثال فرنسا مع تصاعد القوى اليمينية، رفض العديد من الفرنسويين أو حتى القادة الحكام في فرنسا استضافة اللاجئين، الحديث عن الإخلال ومراقبة هويات اللاجئين، منع استضافة اللاجئين من دول أخرى مجنسين بالأوكرانيين. يمكن على سبيل المثال حكومة جنوب شرق فرنسا رفضت استضافة اللاجئين من أصول باكستانية ونيجيرية. ده تمييز بيحصل، هناك نوع تمييز عنصري سواء حتى في الغجر ده بشكل رئيسي. أصبح هناك نوع من التضييق، سواء سياسات عنصرية أو ما يتعلق أنه هناك يعني طفح الكالي بالنسبة للدول الأوروبية بالتزامن مع ارتفاع العرض بشكل رئيسي، ارتفاع الطلب بشكل رئيسي على السلع الغذائية مع انحصار قوى العرض ومحميات العرض، بجانب حالة الكساد والتضخم الاقتصادي. هناك العديد أصبح لم يتم هناك الدعم بالنسبة للكتل الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، لم تعد هناك تدعم على الرغم من السخاء والمنح اللي بيتم منحها للدول المستضيفة للاجئين. أصبح هناك انحصار في هذا الأمر مع تزايد مؤشرات التضخم الاقتصادي. يمكن في تقرير بلومبرج والمفوضية الأوروبية نسبة التوقع النمو انحصرت من 2.6 في العام حالي، وبالتالي هناك مؤشرات لا تدعو للتفاؤل بالنسبة لوضعية اللاجئين بالنظر للاقتصاد. دكتور أشرف، التضليل الذي يمارس في بعض وسائل الإعلام الأوروبية الآن، يعني لماذا الآن أولا؟ ثانيا، هل هي متعبة؟ هل هي منهكة لا تستطيع أن تتحمل أكثر؟ هو بس أنا عايز أفهم كلمة التضليل في وسائل الإعلام الأوروبية تجاه أزمة اللاجئين الأوكرانيين. نعم. أو التضليل وإنه إن الذين قدموا من أوكرانيا هم أغنياء يستغلون المساعدات وما إلى ذلك، طبعا بعض وسائل الإعلام الغربية. أوكي، هو بص شوف يا فندم، هو في الحرب كل الوسائل مشروعة، يقصدون طبعا بأن مهما حاولت روسيا أن تستخدم طبعا ضرب المدن، طبعا بيفر طبعا المواطنين الأوكرانيين، وده واقع حقيقي بأنهم بيفروا إلى الأمان وإلى الدول المجاورة كبولندا أو مولدوفا أو دول الاتحاد الأوروبي. ولكن نستطيع القول أن طبعا اللي هاجروا ليس الأغنياء، في منهم أغنياء وفي منهم فقراء، ولكن يعني بيبقى دايما الاوروبيين مش عايزين يظهروا للروس او لروسيا او لصانع القرار الروسي انهم ممكن ان ينقسموا او ينكسروا امام هذا السلاح، لانه سلاح سكاني ديموغرافي. يعني طبعا ادوات السياسه بتستخدم طبعا اسلحه عديده، منها طبعا سلاح التهجير والفرار، وده امر بيمثل طبعا ازمه كبيرة على أوروبا. وأوروبا يعني هتحاول دائما أو الإعلام بأنهم لا، أنهم قادرين على استقبال الأوكرانيين. طبعا هم ليس الأغنياء فقط ولكن فيهم الفقراء، وأن في عبء كبير جدا على دول المجاورة لروسيا يعني أو لأوكرانيا. وطبعا الدول الغنية ما خدتش أرقام كبيرة، يعني بولندا اللي خدت الرقم الأكبر من 6 مليون، يعني بولندا لوحدها يمكن وصلت نص الرقم ده. ففي انقسام نسبي بين الأوروبيين على التعامل مع المهاجرين أو اللاجئين الأوكرانيين بعدم الرفض التام. يعني احنا ممكن نعدد 3-4 دول، المجر، إيطاليا، احنا التوزيع اللاجئين الجغرافي على يعني أكثرهم على 4 دول. يمكن حاجة ذكرت بولندا، عندنا بولندا، روسيا، المجر، وألمانيا، ده غير طبعا ان احنا عندنا مولدوفا، سلوفاكيا وغيره. يا هو بس اللي راحوا روسيا وراحوا بيلاروس دول برضو عددهم مش كبير قوي، ولكن هم يعني ذهبوا هناك خوفا طبعا على حياتهم، وده امر طبيعي، امر انساني. ولكن قضيه اللاجئين الاوكرانيين ستظل طبعا ورقه سياسيه بامتياز بتستخدمها طبعا اوروبا لاظهار يعني فظاعه العمليه العسكريه بما قام به صانع السياسة في روسيا أو صانع القرار في روسيا. وهذا أمر يصدر من ضمن طبعا الحملة الإعلامية لإظهار روسيا بهذا الشكل،
بأنها هجرت الأوكرانيين أو أنها قطعت توريد الغذاء. هذه طبعا حملات متبادلة بين موسكو وبين المفوضية للاتحاد الأوروبي، ولكن في الآخر هنستطيع القول بأنها طبعا أزمة إنسانية كبيرة لا تستطيع دولة بعينها مهما كان قدراتها الاقتصادية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما هي بتعاني برضو من دخول مهاجرين من طبعا أمريكا الجنوبية، رغم أن أمريكا بلد كبيرة وتستطيع أن تستوعب يعني 2 مليار بني آدم يعيشوا فيها، ولكن أصبح الآن الشعبوية وال يعني ونقدر نقول أن فكرة اللي هي الناشناليزم اللي هي القومية الشديدة بأن أنا لن أستطيع أن أفتح أبوابي لكل من هب ودب في أن يكون عبئا على اقتصاد دولة. يعني الجوانب الإنسانية في حسابات الورقة والقلم بالنسبة للثقافة الأوروبية من الصعوبة بمكان أن تستقبل يعني مهاجرين، يعني طبعا هم ليسوا كمصر، يعني مصر لا تحسب بهذه الأمر، يعني بتبص للبعد الإنساني، أو الرئيس السيسي يستقبل طبعا المهاجرين العرب من كل دول العربية التي بها أزمات دون الحديث عن شيء ودخلوا داخل المجتمع المصري دون تمييز. ولكن لا ننسى أن الأوروبيين هناك تمييز ما زال قائم ضد أي مهاجر يأتي حتى لو كان من دول أوروبية. في سياق حديث حضرتك يعني بالفعل يمكن آخر حاجة كان فيه للإندبندنت هي دائما ما تتحدث عن تقارير ضد تمييز للغجر الأوروبيين، أنه من سوء معاملة وعدم تكافؤ في الكثير من الأمور، سواء في الغذاء، في النقل، في الإقامة، في الأدوية. يعني حتى الإندبندنت على طول بتتحدث في تقريرها عن هذا التمييز ضد حتى الغجر الأوروبيين. دكتور إيمان، هرجع لك مرة تانية يا دكتور أشرف. طيب دكتور إيمان، يمكن التقارير دائما بتتحدث عن اللاجئين الأوكرانيين، الأرقام تتحدث دائما عن اللاجئين أيضا الأوكرانيين، ولكن أوكرانيا فيها جاليات، فيها جنسيات أخرى غير الأوكرانيين، هنا وضعهم إيه برضو؟ يعني وفقا للآلية اللي تم اعتمادها من جانب الاتحاد الأوروبي أنه بيتم منحهم حق اللجوء لكافة الدول الأوروبية، خاصة أنه معهم تصريح الإقامة في أوروبا، وده في إطار سواء الدراسة أو إطار لم الشمل أو ما يتعلق بأن أصبحت المنطقة غير آمنة لأنها بتخضع لعمليات عسكرية وعمليات مسلحة. لكن الإشكالية ليست فيما يتعلق بالآلية الأوروبية أو ما تم منحه أو تم اعتماده، ولكن في كيفية التطبيق بشكل رئيسي. يمكن شاهدنا في تطبيق ذلك الأمر أن هناك انقسام أممي بالنسبة للكتلة الأوروبية في كيفية تطبيق آلية اللجوء المؤقتة اللي تم منحها من جانب الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية، بالنظر لما تفضلت بذكره بوجود جاليات أو قوميات أو عرقيات مختلفة في أوكرانيا، وكيفية النظر إليها في إشكالية حق اللجوء. يمكن مع تصاعد قوى اليمين أو الإطار الشعبوي في الدول الأوروبية أصبح هناك اختلاف في هذا الأمر وكيفية تطبيقه. ليس هذا فقط، يمكن على الرغم من ألمانيا أعلنت تطبيقها للخطة الشاملة بتوطين وإدخال كافة اللاجئين بكافة القوميات، بالمقابل نجد بريطانيا على سبيل المثال أعلنت أنه في سياق خروجها من الكتلة الأوروبية تطبيقات البريكسيت أصبح هناك إشكالية أخرى في كيفية استقبال اللاجئين والمنح اللي بيتم تقديمه والمساعدات ما يتعلق بإدماجها في المجتمعات البريطانية. وبالتالي الإشكالية ليست في ما تم تطبيقه أو فيما يتعلق بنظام الحصص الأوروبية بالنظر لقضية وملف اللاجئين، ولكن ما يتعلق في الآلية. ليس هناك آلية متفق عليها أوروبيا في تلك الأمر. دكتور أشرف، يمكن صندوق النقد الدولي قال أنه التحدي الأوروبي الآن هو في إعادة بناء إعمار أوكرانيا قوية اقتصاديا حتى تشجع اللاجئين للعودة مرة أخرى. شايف هذا التحدي إزاي؟ لأي مدى هيستغرق وقت من أجل نمو حتى الاقتصاد، التعافي الاقتصادي، إعادة الإعمار بشكل عام؟ طبعا ده تحدي كبير، وإحنا كنا بنتكلم قبل بداية الحرب بأنه الموضوع مش هينتهي بسرعة، وإحنا النهاردة بدينا نقترب من الشهر السابع، وللأسف في ظل شكل العمليات أو الوضع اللي موجود في شرق أوكرانيا وأوكرانيا بشكل عام، هذا الأمر قد يستمر للأسف أكثر من سنة كمان، وبالتالي أزمة اللاجئين الأوكرانيين ستتضاعف في الرقم، وده جزء من التحدي. أوكرانيا يمكن بالحسابات بدأ بدينا نتكلم عن نص تريليون على الأقل لإعادة إعمار أوكرانيا،
في تحدي، هل روسيا ستخرج من أوكرانيا قريبا؟ الوضع العملياتي بيقول إن في عملية استنزاف مقصودة، وأن أمريكا يعني أو الاتحاد الأوروبي يبدو أن سيناريو الاستنزاف أو أنه كان فخا لاستدراج روسيا أصبح الآن أمرا مسلم به، ودي أمر سيطل للأسف في تحديات صعبة على أوكرانيا، وأن إعادة الإعمار لا يمكن أن يتم إلا بعد أن تنتهي هذه الأزمة. يعني فأنا في ظني في المدى القريب أن هذه الأزمة لن تنتهي، وبالتالي نتوقع تفاقم هذه الأزمة. إلى مدى جدية أو صدق الاتحاد الأوروبي في توفير النفقات أو المال لحماية المهاجرين الأوكرانيين في البلاد المهاجرين إليها، ده تحدي كبير، وتحدي مدى قبول المواطنين القاطنين في تلك الدول للأوكرانيين ده تحدي تاني. وبالتالي الأمم المتحدة هي بتعبر عن رأي الجماعة الدولية أو إرادة الجماعة الدولية، وإذا كانت إرادة الجماعة الدولية منقسمة، وخصوصا أن من تحارب أوكرانيا هي روسيا، ووجود دولة أوكرانيا الضعيفة جنب روسيا القوية سيظل تحدي كبير جدا. ولكن الغرب مصممين على دعم أوكرانيا ومصممين على استنزاف روسيا، وهذا هو التحدي الخطير الذي سنواجهه ونبدأ نستعد له، ليس بتضخم ولا بارتفاع في أسعار. ده الموضوع ده بتكلم على الجانب الأوروبي، ولكن بنتكلم كمان على فكرة توطين الناس دي والتعامل معهم كجوانب إنسانية. يعني كنا فاكرين أن الحرب العالمية الثانية انتهت، وانتهت بكل الآلام والصور التي كانت موجودة في أوروبا. يبدو أن أوروبا تعيد يعني بناء قصة للتشرد وللهجرة شكل عجيب، وده بيحط طبعا الشعب الأوروبي في حالة من العصبية الشديدة لاستمرار هذا الأمر. ولكن يبدو أن السياسيين في واشنطن في الناتو مصممين على استمرار مقاومة أو استمرار استنزاف روسيا، وخصوصا بعد الولايات المتحدة أرسلت 2400 جندي أمريكي لحماية حدود الدول المجاورة لأوكرانيا. نحن نتحدث عن ترتيبات يبدو أنها ليست في المدى القصير ستنتهي العمليات العسكرية في أوكرانيا. دكتور إيمان، يمكن أوكرانيا دولة كبيرة من حيث عدد السكان والمساحة، نتكلم عن حوالي 43 مليون نسمة أو أكثر تقريبا، يعني بنتكلم عن قوة بشرية هائلة موجودة. دول الجوار تعاني من عجز ديموغرافي، البعض بيقول إن ده ممكن يكون ضخ دماء جديدة ومهمة لدول الجوار. حضرتك شايفة يعني النقطة دي إزاي، خصوصا زي ما كان دكتور أشرف بيقول إنه الثقافة واحدة، يعني حتى ما فيش خطورة بالنسبة ليهم في هذا الشأن؟ يمكن الحديث عن الهندسة العرقية عامة، أو هي استراتيجيات أو سياسات الهندسة العرقية، يمكن ده سلاح ذو حدين. يعني على الرغم من أنه هناك التحليلات اللي بتنشط فكرة ضخ دماء جديدة، لكن على الجانب الآخر هو نوع من أنواع التخوف والحذر من جانب الدول المضيفة أوروبيا لهذا الأمر، خاصة نتحدث عن أنه على الرغم من لحد ما وحدة الثقافة، لكن لازالوا أنهم لاجئين بيمتلكوا أجنداتهم الوطنية الخالصة التي قد تتعارض مع المصالح الوطنية للدولة المضيفة. دي نقطة. النقطة الثانية ما يتعلق بكيفية إدماجهم في المجتمعات الأوروبية، ليست فقط نعتمد على وحدة الثقافة، لكن هناك اختلاف في الهويات الوطنية، اختلاف في القومية وفي العرقيات. أوكرانيا لا تنتمي بشكل كامل للكتلة الأوروبية، لديها العديد من القوميات، لديها العديد من العرقيات، الفصائل المختلفة قد تنظر بنوع من الاضطرابات السياسية في الداخل الأوروبي. يمكن هناك العديد من الدراسات التي تحدثت عن هذا الأمر، إنه فكرة اللاجئين في حد ذاتها قد تضفي مزيد من الاضطرابات في السياسات الوطنية للدول المضيفة. يمكن ده اللي تلمسناه في الحكومات الفرنسية والبريطانية في الحديث عن هذا الأمر. مش بس كده، بداية الحديث كمان عن نبذ فكرة اللجوء، الحديث عن أن أصبح اللاجئين يشكلوا عبء على السياسات الوطنية في الدول المضيفة. وبالتالي أنا في تقديري أن هذا الأمر هو سلاح ذو حدين، فكرة الحديث عن الهندسة العرقية للمنطقة الأوروبية بشكل رئيسي، كيفية إدماجهم، يمكن ده نوع من أنه أصبح لا يوجد أوكرانيا
بهذا الامر اذ سلمنا بفكره انه توطين الاوكرانيين على اساس انه هناك نوع من توحيد الثقافات وتوحيد اللغات، اصبح هناك لا يوجد حق عوده للاجئين مره اخرى، اصبح هناك تسليم بتداعيات الحرب، اصبح الحديث عن كيف يتم انهاء الحرب او مستقبل انهاء الحرب حينما يتم التوطين. انا بشكر حضرتك على وجود حضرتك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة دكتور إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية، شكرا لك يا فندم. شكرا. بشكر أيضا دكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لدى قناة أكشن نيوز، كان معنا عبر سكايب، شكرا لك يا دكتور. أنا بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة.